السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أبو يوسف. يا مرحبا دكتور. هلا فيك حياك الله. الاسم الكريم طال عمرك. عبد المحسن عبد الله الحماد. والنعم دكتور. مالك سؤال. تخصص دكتور؟ الهندسة المعمارية. الهندسة المعمارية إن شاء الله. وين أخذ الدكتوراه دكتور الشهادة؟ في جامعة كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية. أي ما شاء الله. دكتور إدارة أو هندسة العمارة أو لها مجالات واسعة يعني. أنت قلت لي. نعم. تقصدك شو اسمه اللي سألتني قبل فرق بين المدني والمعماري والهندسة. نعم. ما شاء الله. هو الحقيقة كثير من الناس يخلطون بين العمارة والهندسة المعمارية. نعم. والهندسة المدنية. وحنا عندنا في جامعة الملك فهد للبترول المعادن. نعم. عندنا تخصص فريد اسمه الهندسة المعمارية. أيوه. وهذا مختلف عن العمارة. الله ما شاء الله. أي. وفي كثير الخط بين ذي التخصصات، لكن هو اللي حصل ان العماره. نعم. تهتم في الواجهات والعلاقه بين الفراغات والديكور اكثر يعني، فالفن والعلم بالعماره. عندكم العماره هذه العماره، لكن الهندسه المدنيه تعتني بتصميم الانشاءات، تاكد ان هذه الانشاءات يعني تكون سليمه، ما تكون قد تسقط الله لا يقول على الناس في الحديد وفي الكونكريت، هذه المدنيه. ايوه. وبالنسبه للهندسه المعماريه اللي حصل انه قبل بالسابق ان الفراغات تصمم، وهذا تعطى المدني يصمم الانشاءات. والميكانيك يصمم التكييف. أيوة. والكهرباء يصمم الكهرباء داخل المباني. ما شاء الله. فاللي حصل انه ما صار تنسيق بيناتهم. نعم. فصار يعني اللخبطه مثل ما تقول في التصاميم. تصاميم. نعم. صارت الحاجة إلى تخصص اسمه الهندسة المعمارية اللي الآن أنتم فيها، اللي هي الآن في جامعة البترول يدرسونه، اللي هو يجمع بين أنه هو مهندس مدني وهو مهندس ميكانيكي. نعم. وهو مهندس كهربائي فيما يتعلق بالمباني. كل التخصص بس مو معناها أنه ميكانيكي يروح يسوي توربينات وذا فقط على التكييف. ما التكييف. أيوه. ولا يصير مثل مدني يسوي جسور أو طرق، لا يسوي الأشياء الإنشائية العلاقة لها. أيوه. في المباني. الله. فهذه الفرق بين التخصصات. أيوة. فهو مدني فيما يتخصص المباني، وهو معمار، وهو ميكانيكي فيما يتخصص الكهرباء من عندكم تطلع. والكهرباء ايضا لان التمديدات عشان هناك تناسق بين المعماري وبين المهندس، لان المهندس المعماري ايضا ياخذ مواد في العماره. انتم تحددون حجم الكيبل مثلا، حجم بالضبط الضغط بالضبط الكهربائي. ينعم البور الموجود فيها. ايش كثر يتحمل المبنى. الاضاءه، نوع الاضاءه. ما شاء الله. هذه اشياء هندسيه. أيوة. تحتاج الى يعني ان تغيير، ليس المعماري. المعماري يعطي الواجهات، يعطي الاشياء اللي فيها. أيوة. ويترك التخصص. فصارت يعني انسجام اكثر، طلعت عندي اماره اجمل. الله. طلع عندنا اشياء اكثر. تحيات المناره لكم دكتور. بارك الله فيك. جزاك الله خير على اللقاء الجميل. شرفتني بلقائكم. شكرا جزيلا. سعداء شوفتك. اهلا وسهلا. حياك الله.